مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة ويوم جديد من إين بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة ومختلفة كالعادة، بس في الأول أسلم على صحابي اللي للأسف أنا معاهم النهاردة، فاروق وعمر. أيوة البنت الوحيدة، أكيد للأسف. حاجة كويسة، بالعكس دي حاجة كويسة جدا. لا أنا بحب صحباتي يا مساء الفل. ازيك يا رؤى؟ يا رحمة ونوران. نتيجة نتكل على الله ونسيب لها البرنامج. ماشي أنا معاك النهاردة لوحدك. النهاردة إن شاء الله يا جماعة. ازيك يا عمورة؟ ازيك يا فاروق؟ عامل إيه؟ مساء العسل عليك. مساء الجمال. لا أنا السيطرة في هذه الحلقة. الله عليك. ولا أنا الغلبة. مش قوي يعني، انا اسف مش قصدي والله. يلا طيب يلا يا جماعه، ان شاء الله مش هسمع كلامك. يلا انت فاروق. النهارده عندنا حلقه يعني مختلفه وكمان فيها فقرات متنوعه. النهارده طبعا زي كل اسبوع هيكون معانا دكتور مصطفى النحاس، اخصائي الطب النفسي، وهيكلمنا يعني او استكمالا بقى للموضوع اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي قبل اللي فات عن مشاكل واسباب الطلاق. ويمكن كان من خلال الحوار بتاعنا قال ان دايما الارقام الفرديه هي اصعبهم في الجواز. دايما السنة السابعة بيكون فيها مشاكل دايما من ناحية الارتباط، وبيحصل فيها طلاق بشكل يعني كبير بسبب بقى الملل، بسبب بقى خلاص كل واحد بقاش مستحمل التاني بشكل معين. طبعا هي ممكن تبقى أسباب وهمية، لكن في الآخر خالص بنقول إن السنة السابعة من أصعب السنين في الجواز. يا ترى ليه بقى؟ هنعرف منه إن شاء الله من خلال الفقرة بإذن الله. هو في العموم الناس اللي يعني وصل سبع سنين دي ناس نرفع لهم القبعة، الناس اللي وصلوا 20 و25 دي يعني إيه، نتعلم منهم وإحنا ساكتين. الفقرة الوسطى هتكون برضو مرتبطة بنفس الموضوع، ازاي انا بتعجب نور اول الفقرة الوسطى دي. علاشات عمرو ابو جلال. ده مش علاشات، ده الفحوى اللغوي الحبيب. يلا كده في تواصل بين رحمة ونور على الهوا دلوقتي، خلي بالك. انا دلوقتي مستحضرة روح رحمة. هي حاضرة روح رحمة معي. ما تستحضرين روح نوران، هي طيبة والله. ماشي. ايوه. الفقرة التانية برضو هنتكلم فيها عن الملل اللي بيحصل في الجواز، ازاي بنقدر نتغلب عليه، ولكن مش من وجهة نظر الطب النفسي بس، من وجهة نظرنا احنا بقى وتليفوناتكم ورسائلكم. نقعد بقى ندردش شوية عن الملل اللي بيحصل بعد سبع سنين من الجواز. بالظبط كده. اما دلوقتي بقى الفقره دي، فهنتكلم عن اخر المستجدات لفيروس كورونا. طبعا معروف انه المواضيع الحساسه او المواضيع اللي بيكون عليها كلام كتير او جدل كبير وبتشكل خطر على حياه الناس بيكون حواليها دايما اشاعات. عشان كده في مؤتمر حصل من المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عمل المؤتمر ده عشان يوضح للناس أهم المستجدات وبالتحديد كمان عدد الإصابات وعدد كمان الوفيات في الدول كلها اللي حصلت لحد دلوقتي. بالظبط كده. هو الموضوع يعني داخل إن خلاص بعض الدول بقى عندها تخوف كبير من فيروس كورونا، فهم طبعا كمصدر موثوق ان هم بيأكدوا للناس ان احنا ازاي ممكن نكافح الفيروس ده بشكل يعني قوي. وكمان الاشاعات بقى اللي بتصدر من حين لاخر كده ان هنا مش عارف الحق في ايه، هنا في كم حاله، وطبعا كلها في الاخر خالص بترجع ان هي ارقام ممكن مش حقيقيه وارقام وهميه. فهم بيأكدوا طبعا الارقام الدقيقه جدا، وكمان النسب بقى العاليه جايه منين. طبعا زي ما احنا عارفين ان النسبه الاكبر جايه من الصين، يمكن ب 99% كمان، ده هم الاصل اللي هو الاصل يعني في الموضوع. يمكن يعني احنا طبعا انا بحيز كل الزملاء الصحفيين اللي ما نسقوش ورا الشائعات ونزلوا الاخبار اللي بتنزل دي، لانه فعلا في الاخر طلعت كلها مجرد خزعبلات وفتاوي. واحنا طبعا مؤتمر زي ده ما كانش ينفع نعديه، ما كانش ينفع كاميرا إين بوكس ما تبقاش موجوده، لانه منظمه الصحه العالميه هي اللي بناخد منها الاعداد الرسميه اللي حصلت، لان هي المنوط بيها او هي المسؤوله عن الصحه العالميه والمستجدات والتوعيه وكل ما يتعلق بالمرض. يمكن هي كمان كانت بتمد بعض الدول ببعض الأجهزة علشان تساعدها في الكشف عن فيروس كورونا. هنروح بقى للتقرير ونشوف منظمة الصحة العالمية رأيها إيه، آخر أحداث وأوضاع ومستجدات فيروس كورونا في العالم كله وتحديدا في شرق المتوسط. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل معكم في إين بوكس. هذا
المؤتمر الثاني اللي تم عقد المؤتمر الاول تبعا لاعلان الكورونا لانه هي طارئ صحي يثير قلقا دوليا. طبعا ارتئينا بالمكتب الاقليمي انه لازم يكون في مؤتمر ثاني يتم عقده بحيث انه يكون جمع كل القنوات الاخباريه كل المحطات عشان نعطيكم تحديث على وضع الكورونا سواء كان عالميا او بمعنى اخص بالاقليم وشو الجهود اللي تم اخذها بعين الاعتبار. طبعا شو بنتمنى من وسائل الاعلام بحيث ان احنا نشتغل مع بعض عشان نقدر يعني وسائل الاعلام تكون وسيله مساعده للتعاون او التعامل مع الفاشيه. على حسب الحالات اللي بيتم تسجيلها بصير في مراجعه لكل البيانات بحيث انه نقدر يكون في عندي فهم اكثر لطبيعه الفيروس كيف بينتقل مين الفئات العمريه اللي اكثر عرضه مين الاشخاص اللي ممكن اكثر عرضه للعوامل الاختطار اللي ممكن تسبب بانه يكون في اشخاص معينين يكونوا اكثر عرضه للاصابه كيف اتعامل مع الحالات المصابه كيف اتعامل معهم بالمستشفيات. هذا مرض جديد حصل انتقال من مريض الى مريض اخر يعني ما بين البشر ولكن ما زالت الابحاث قائمه والتحليلات قائمه لحد اليوم في مجلات علميه نشرت العديد من الابحاث العلميه عن هذا الموضوع لفهم هذا نوع المرض ونوعيه هذا المرض ومختلف الجوانب المتعلقه بسرعه انتشاره بدقه التشخيص بكيفيه التعامل معه من حيث العلاج. ليس هذا وقت خوف ولكن هو وقت ان احنا بنحمي نفسنا، حمايتنا لانفسنا ليس فقط لهذا الفيروس، الفيروس هو جزء من مسببات لسته طويله قائمه طويله من الفيروسات اللي قد تسبب أمراض. صحيح هو مرض فيروس جديد لأول مرة البشرية تتعرض له لكن فيه كثير وحتى الآن ملوش علاج لكن نسب الوفاة ليست عالية فيه. كان في تنسيق تام مع وزارة الصحة والسكان وخصوصا المعامل المركزية للتأكد أنه وسيلة إجراء الفحوصات المخبرية تتم بشكل صحيح وذات جودة عالية وده بالفعل تم من إيجابية الحالة حتى سلبيتها واستمرار سلبيتها. طبعا مثل ما قلت قبل أنه ده كمان حتستمر حتى نهاية فترة العزل للمصاب بفيروس كورونا. زي ما شفنا كده في التقرير واتقال بشكل رسمي عدد الإصابات بالضبط في كل دول العالم وكمان عدد الوفيات. يمكن زي ما كنا بنقول لكم قبل التقرير أنه حوالي 99% من الإصابات أو حتى الوفيات من الصين. في أرقام كبيرة اتقالت جدا في التقرير يعني حوالي 73 ألف شخص مصاب في دول العالم وكمان الوفيات وصل عددها لحد دلوقتي 1873 حالة. بالظبط كده يا نورة. بصوا يا جماعة هي الفكرة في التدابير الاحترازية اللي المفروض يعني احنا نعملها علشان خاطر المرض لا يتفشى يعني بقاش منتشر بشكل كبير جدا. يمكن الحمد لله أول اختبار احنا نجحنا فيه الفترة اللي فاتت طبعا كل اخواتنا بقى اللي جم من الصين او من ووهان طبعا الفترة اللي فاتت ودخلوا كمان الحجر الصحي في مطروح وطلعوا منه الحمد لله سالمين منه ويمكن كمان اجراءات مشددة جدا داخل بقى المطارات عندنا هنا في مصر عشان خاطر يعني المرض ان شاء الله نقضي عليه بالكامل وباذن الله خلاص هي كلها شهر ولا اتنين والجو هيحرر بقى لوحده كده والدنيا هتبقى اهدى باذن الله في كل الدول. احنا كده خلاص خلصنا كلامنا معاكم عن الارقام الرسميه بالنسبه لفيروس كورونا وكمان الانتشارات بقى اللي بتنتشر بشكل غير صحيح هم اكدوها لنا لكن هنروح بقى معاكم لبعد الفاصل بقى للموضوع بتاعنا اللي يمكن احنا مختلفين فيه بشكل معين وكمان دكتور مصطفى النحاس هاكد لنا بقى يعني الشكل العلمي بتاعه عامل ازاي وهي اسباب الملل في الجواز بتيجي ليه يعني ليه طبعاً. الواحد ليه بيمل في الجواز يا ترى ليها اسباب ولا ملهاش اسباب بعد الفاصل خليكم معانا. زي ما كنا بنتكلم طبعا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وزي ما كنا بنتكلم قبل الفقرة دي هي طبعا الفقرة الوسطى اللي بتعزها نورة جدا وهي فقرة الملل او ازاي نتغلب على الملل في الجواز. ملل جدا 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 واكيد عارفين مين السبب في الملل ده مثلا كستات ورجالة طبعاً كل واحد عارف مين السبب طبعاً اكيد عارفين. ومين اللي واخد المساحة الاكبر ومين المسؤول ومين اللي بتقع على عاتقه المشكلة اتفضل اللي هي فاروق
لا معاكم انا بتفرج. لا فرحان في لا مش فرحان والله العظيم. بس انا بسمع الموضوع ان انا مش عارف ليه في ملل، مع ان الحقيقه ممكن تبقى جميله جدا وكل حاجه زي الفل، بس المشكله في نوره ان هي واخده الموضوع ان هي ايه الملل مش في الجواز، الملل ممكن مننا احنا كبني ادمين. هو هي عايشه حاطه الملل في الراجل مش في الجواز، يعني هو الملل مش في الجواز، الملل جاي من الموضوع. يعني الملل جاي من ايه؟ معلش من وجهه نظرك. من وجهه نظري يا جماعه المتواضع. المهم طبعا يا فاروق بعد ما عرفنا راي نوره طبعا عشان خالد مخرج وراجل زيكم فبتتفقوا علينا. مفيش عنصريه عندنا هنا يا جماعه خالص. الملل انا مش شايفه ان هو جاي من الجواز، الملل جاي من الاشخاص. يعني ممكن الملل ده يحصل في السنه السابعه وممكن يحصل في السنه الاولى، يعني ملهوش وقت معين او ملهوش ظهور معين. ممكن مع مرور السنين او مع تكرار الروتين او انه في حاجه هي بنعملها من اول ما اتجوزنا او من اول ما عرفنا بعض ولسه بنعملها، فطبيعي هيجي لنا ملل. زي الحال لو احنا بنشتغل فاكيد بعد شويه وقت بنمل، لو احنا بنعرف اشخاص معينين بعد شويه برضو هنمل منهم سواء صحاب او ايا كان الروتين اللي احنا بنعمله. فالملل انا من وجهه نظري هو مش جاي من الجواز كجواز، هو جاي من الاشخاص لو مش بيجددوا. طب عمرو هنا ازاي الواحد ممكن يعني يتجاوز الملل بقى بشكل عام؟ يعني هو ليه على اساس انه عمرو الدكتور النفسي؟ لا يعني برضو احنا يعني اصل برضو يمكن نوره متحمله على الرجاله شويه. انا مش متحمله عمرو، احنا لسه سائلينك أو قلت مثلا الرجاله ممكن هم سبب شويه. انا قلت من الاشخاص لكن مش من الرجاله بس. بس الرجاله الاكتر علشان الرجاله بتحب الانتخه، مش عايزه اللي هو بقى ما فيش نخرج ما فيش نسافر ما فيش، يا اما ما فيش فلوس يا اما ما فيش وقت يا اما ما فيش صحه يا اما ورايا حاجات. بذمتك الرجاله بس؟ بس انا ماليش مزاج مثلا او عندي اتفاق مع اصحابي اتفرج على ماتش او هنزل اقعد على القهوه او هقعد على البي يعني اس. مش دايما كلها في نفس الوقت على ما اعتقد، يعني ممكن تبقى اسباب بس اسباب متفرقه. ما هو الراجل بيمسك كده يعني كل فتره حاجه بيشبط فيها. شويه بي اس شويه ماتشات شويه كوره شويه قعده. طب ايه المشكله يوم في الاسبوع ممكن يعمل كده؟ يوم في الاسبوع وانا بقى فين؟ طب ما انت موجوده طول الاسبوع طول السنه. لا هو شغال الست ايام، انا حقي ايه فين يعني؟ ان شاء الله يوم الاجازه تقعد مع صحابك وتعلمي بي اس طبعا. لو اتعلمت بلاي ستيشن تتعلمي بلاي ستيشن تلعبها معانا. ما بحبوش انا حره، انتوا هتفرضوا عليا حاجه. العادي في اولا احنا يعني انا اقول لكم اقعدوا اتفرجوا معايا على مسلسل تركي؟ لا انا ما بحبش. احنا كرجاله احنا كرجاله فاروق خذوا الخبره من افواه المذيعين يا جماعه. اتفضل افواه المذيعين. احنا كرجاله ما بنحسش بالملل ليه؟ ايوه لان الست كل دقيقه متجددين، كل لحظه بشخصيه وفي حاله وفي طريقه، فانت هتمل في ايه؟ ده دي انت هتتجنن. احنا بنتجنن. ايوه احنا دي مقصوده على فكره عشان ما تزهقوش. بتروح مننا خالص. لا مش بتنسى، احنا بنكبر دماغنا شويه في معظم الاوقات. يعني اغلبيه الحاجات يمكن اللي ممكن فيها حاجات هتبقى فيها مشاكل احنا بنكبر دماغنا من الاخر كده، مش عايزين مشاكل كتيره. انتوا اللي بتخلقوا مشكله وتعملوا بقى. طب بس ده بيعمل ملل يعني؟ الحاجات دي كلها بتعمل ملل يعني؟ دي الفلفل والشطه بتوع البهارات. طب احنا كمان بنعمل بهارات. احلى حاجه بتكسر الملل في الجواز الخناقات. أيوة والمشاكل. انا متفق على فكره. انت عارف كان في دراسه بتقول ان كثره المشاكل بتخلي علاقه يعني اقوى. ايوه ماشي انا بس مش معظم الاوقات يعني. طب طب حد يفكرني بالكلمه بتاعت ماري منيب في الفيلم إيه؟ اللي هي كانت على حط طوبه على طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه. ايوه الله 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 على الجد والجد الله الله عليه نوره نفسها هي اللي قالت. شفتي بيحبوا الخناقات وبيحبوا المشاكل واحنا سو كيوت والله ذا كيوتست بيبول ايفر الرجاله دول. ما تتكلمش انجليزي. طب بنعدي ازاي؟ طب احنا ازاي ممكن نعدي الملل ده اصلا؟ يعني الملل ده ممكن نتجاوزه انك تشاركيه مثلا في بلاي ستيشن، ولا ان انا اشاركك في المسلسلات بتاعتك اللي انت بتحبيها، ولا الموضوع يعدي يعني ازاي ممكن اعديه برضو بينا من بعض كده؟ هقول لك بس اخد ندى. طب يلا ندى. ندى يا ندى. الو ازيك يا ندى؟ ازيك يا ندى عامله ايه؟ ازيكوا عاملين ايه؟ الحمد لله. شاركيني يا ندى عشان انا لوحدي النهارده وسطهم ومتفقين عليا. احنا بنعمل دكت وان هم سكتوا بكتوا. معلش انا سمعت حاجه زي كده. هل ده حقيقي اللي انا سمعته ده؟ بيقولوا كده يا ندى الله اعلم، يعني ردي عليهم انت عشان هم مستفردين بيا النهارده. رد يا عمرو، انا اللي هرد مكانك. رد خد حقك يا ابني. هي بتقول انا سمعت عمرو. بص يا ندى شويه كلام فرحت فيهم نوره. ندى أيوة. بالامانه كده يا ندى ليه بيحصل ملل في الجواز؟ عشان الرجاله. انا اقول لك حاجه، هو طبيعي جدا على فكره، انا مش عارفه هي ايه المشكله. طبيعي جدا جدا اي اثنين متجوزين يحصل بينهم ملل، حتى لو مش متجوزين. دلوقتي مثلا انا قاعده مع بابايا ومامتي، انا اهو مثلا بقالي 25 سنه قاعده معاهم قبل ما اتجوز. مش هيحصل ملل؟ يعني مش هيحصل ان انا في البيت ممكن اكون زهقانه وبلانه وعايزه اجرب حاجه جديده؟ بالظبط. ده بيحصل، ده طبيعي. هي الفكره بس احنا هنتعامل مع ده ازاي؟
نتعامل مع ده ازاي. طب انت يا ندى متجوزه؟ انا متجوزه. بقالك كام سنه؟ 15. ما شاء الله. طب بيقولوا يا ندى كده انه سابع سنه في الجواز دي اصعب سنه، هل ده حصل معاكي ولا لا؟ على فكره حقيقي جدا فعلا. انا كنت قريت عن الموضوع ده بس كنت فاكره ان هو حقيقي او بيحصل. بس فعلا كانت السنه دي كان فيها شويه خلافات حتى حلوين كده. بس يعني الحمد لله قدرنا نتجاوزها. الحمد لله. طب يعني بيحصل. طب انت شايفه مين المسؤول اكتر عن الملل، الراجل ولا الست؟ والله انا شايفه ان هو الاثنين مسؤولين بشكل او باخر، يعني ما اقدرش اقول ان الست هي المسؤولة. طب مين اللي بيحمل المسؤوليه للتاني اكتر، الراجل ولا الست؟ استني بس انت بتقاطعني يا عمري كتير، وبعدين انت متخيل ده واضح جدا. انا مذيع يا جماعه من حقك. لا بص بالامانه كده، يعني جاوبي بيه. لا بامانه يعني قولي كده، مين اللي بيحمل المسؤوليه للتاني اكتر في الملل، الراجل ولا الست؟ يا جماعه لا، اللي بيحمل المسؤوليه الراجل طبعا، يقول لك لا انا زهقان ومبقاش في حياتي وكلام زي ده، وزي ما تكون دي مسؤوليه الست لوحدها ان هي تتجاوز فترات الملل. انا برضو مش عارفه ليه، مع ان هم الاثنين مسؤولين عن حاجه زي كده. بالظبط، تلاقي كل النصايح نازله للستات، ازاي يا جماعه تخلوا زوجكم يشوفكم كانكم اول مره، ازاي تجددي له شكلك، ازاي تجددي له في العواطف. ايوه تصدقي الستات فعلا بيتكلموا بالطريقه دي، والله فعلا طريقه مستفزه. لا وبعدين دي طريقه بتضايقني، يعني الطريقه دي انتوا بتنصحونا احنا ليه؟ ما تنصحوهم هم. ان اغلب الستات بتبقى عايزه ان هي مثلا تخرج تجرب حاجه جديده، تسافر مع جوزها، يعني تغير جو كده. بس الرجاله بقى بعد كام سنه جواز تحس ان هو ايه، هم عندهم كومفورت زون كده ليها علاقه بالكنبه وبلاي ستيشن والتلفزيون. ولا يعني بصراحه بقى لو هنتكلم عن الملل، ايوه الرجاله اكتر تقعدوا تريحوا جنبنا وتلعبوا معانا بلاي ستيشن، حد قال لكم حاجه؟ مش عايزين، وبعدين ورانا مسؤوليات ثانيه حضرتك. طب ندى نفس الحاجه عمرو، بعيد عن الراجل بيحب الانتخه شويه او الكلام ده زي ما انت بتقولي كده، على رايك ازاي ممكن اتجاوز الملل في الحياه الزوجيه؟ طيب انا اقول لك، انا شايفه ان يعني تجاوز الملل دي مسؤوليه الاثنين، بس هي في نقطه، يعني هو الناس كلها معتقده ان او ناس كتير معتقده ان احنا مثلا في ملل في حياتنا، فاحنا لازم احنا الاثنين نعمل حاجه جديده مع بعض. ليه؟ انا شايفه ان احنا في ملل في حياتنا، ممكن هو ما عندوش اي مشكله هو يسافر مع اصحابه شويه، ان انا اقعد مثلا اسافر مع اصحابي او حتى اقعد عند مامتي اغير يعني جو شويه، نفصل يعني اجازه جواز. فترات البعد دي ممكن تكون يعني تخلي الواحد يتجاوز شويه فتره الملل والروتين، لان هو ملل بيجي من الروتين حاجه كويسه في معظم الاحيان، بس مع الوقت بيقلب بحاجه ممله. البعيد عن العين بعيد عن القلب يا ندى. ايه؟ البعيد عن العين بعيد عن القلب. ولا هو انت مش مستغرب كام سنه يعني؟ لا ده هو اقل حاجه سنتين. هو يعني لا فاروق انت بتتكلم، كل واحد يشوف حياته بالمره. يعني بتتكلمي هنا في اجازه صح؟ ايوه في اجازه. انا شايفه ان دي حاجه صحيه جدا للطرفين. وانا برضه احنا كده ما عالجناش الملل، برضه احنا كده برضه بعدنا الاثنين عن بعض. ايوه ما قربناهمش. نرتاح شويه. انا عايزه اعرف حاجه دلوقتي، لو انت حد مش متجوز وقاعد في بيت اهلك، انت لما بتحس ان انت زهقان بتنزل تتمشى مع اصحابك شويه؟ اكيد طبعا، كل مرحله وليها حلاوتها، ده طبيعي. طيب جدا. ما هي المرحله دي بس هتفضل بحلاوتها، بس انا مش بفهم الكابل بتاع ايه. لا اللي هي تقول لجوزها لا انت ما ينفعش تسافر مع اصحابك من غيري، بس ليه يسافر مع اصحابك من غيري؟ هيحصل ايه؟ ايوه علشان هما بيسافروا بيعملوا حاجات غلط يا ندى. مين قال لك كده؟ ليه احنا عاملين مقاطع؟ هما بيسافروا بيبوظوا. لا الرجاله بتبوظ بعضها يا ندى. احنا بنسافر عمره، ده احنا غرابه عمره. هو ده النكد بقى يا جماعه، الراجل يقول عايز مراته عايز تسافر تقول له الكلام ده. عمره في العين السخنه ده احنا كمان بنسافر. ما هو احيانا في ناس انا معاك يا فاروق انا معاك، لان هو اللي عايز يعمل حاجه غلط هو هيعملها، هو هنا او هناك ان هو يسافر مع اصحابه. صحيح، يعني هو بيقابل صحابه كل يوم على القهوه، فهو لو عايز يعمل حاجه غلط هيعملها. صح. مثلا انتوا خدوا بالكم بس من العيال، والاجازه هتبقى حلوه قوي اجازه من العيال. لا لا معلش، هنرجع نلاقي الدنيا زي الفل. لما ترجع من اجازتك تاخد بالك انت، تاخد انت العيال بقى وانا اولادك يا ندى. عايزه تسيب اولادك يا ندى لجوزك يسافر بقى؟ انت رايح ورايح مع اصحابك وفرفشت مع اصحابك. بالظبط. هتودوا العيال فين طيب؟ نوديهم ملجا يا جماعه عشان ترتاحوا انتوا الاثنين. نور خلي لا بصي بقى، شايفه ان عمرو بقى بجد متحيز جدا ضد الستات من اول الفقره. انا ده انا اكبر مناصر للمراه، سامحني يا رب. شكرا جدا ليكي يا ندى، نورتينا جدا، شكرا جدا ليكي. أنا ليا لا بس أنا موضوع الأجازة ده أنا شايفة إن أنا ضد، يعني مش أجازة بمعنى أجازة. أيوه. يعني ما أحبش إن إحنا حلوة كل حلوة كتمة النفس. جميلة جدا. تسيبوا له ليه على فرصة يشم نفسه؟ حلوة كتمة النفس. لا يعني أنا بص هقول لك على حاجة، أنا مقتنعة جدا بالبعد يعلم الجفا ولا يعود على الجفا، حاجة كده يعني. أنا مقتنعة جدا بالموضوع ده، فكرة إن أنا أبعد عن جوزي فترة طويلة حتى لو كانوا
يومين ثلاثه وبقيت اعملها بشكل روتيني، لا انا هبقى حاسه انه طب ما عادي ممكن طبيعي. ما وحشوش بقى بعد كده، او ما يبقاش متعلق بيا قوي. ونفس الحكايه بالنسبه لي، بس ممكن ده يحصل بشكل ابسط كساعه في اليوم. الساعه دي انا بقعد اقرا حاجه، اخرج مع اصحابي، هو يخرج، يعني تبقى حاجه يوميه، بس في الاخر احنا الاثنين بنبات في بيت واحد بالظبط. بس ده رايي يعني. لطيف الموضوع ده. طب تعالى ناخد راي يا مريم. يا مريم الو، ازيك يا مريم؟ ازيك يا فاروق، عامل ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كويسه؟ الموضوع عجبني بشكل مش متخيلين ازاي يعني. انصورينا يا طب مريم. طب ايه اللي بيحصل يا مريم في موضوع الجواز، وليه بيحصل ملل؟ بص، هو انا مبدئيا مش متجوزه، بس تمام. انا عندي حاله يعني رعب او تكاد توصل ان هي فوبيا من موضوع الملل بتاع الجواز. انا فعلا مش قادره اخد الخطوه دي بسبب موضوع الملل، لان انا عندي خوف رهيب من فكره ان احنا هنوصل لمرحله ان احنا نزهق من بعض فهنضطر نسيب بعض. يا ساتر يا رب. فبلاها من اولها. ما انت هتملي من كتر ما انت مش متجوزه، يعني هتملي من قعدتك لوحدك. انا اقدر اجدد في حياتي ومفيش قيود. انا ما بيحصلش الكلام ده برضه. ضل راجل ولا ضل حيطه؟ معلش ليه يا اخويا؟ ان شاء الله ليه هتضل كده؟ ليه يا مريم؟ حد بتحبيه وحد شريك في حياتك وهتبقى حاجه حلوه مع بعض. اول سنه دي كده على مين؟ لو اول سنه الدنيا تمام، بنقعد نجرب حاجات جديده وبنعيش حاجات جديده مع بعض. تاني سنه قشطه، بس بعد كده مع الوقت هتحس ان هو احنا هنعمل ايه تاني، فاهم؟ فانا عندي يعني انا مثلا كان قدامي نموذج كده، كان اتنين صحابي شغالين مع بعض في نفس المكان تمام ومتجوزين، كانوا بيجوا سوا وبيروحوا سوا. انا كنت ببص لهم كده، هو انا ده ملل اللي هو انتوا ليه ما بتشوفوش بعض في الشغل؟ يعني حتى اللي هو الشغل اللي هو الوقت اللي بتبعده كل واحد بيبقى ليه مساحته الخاصه مش موجوده بالظبط. فاللي هو انتوا ازاي بجد عايشين كده؟ الموضوع كان بالنسبه لي ازمه كبيره، وكان نفسي اروح اسالهم انتوا بتعملوا ايه عشان ما تزهقوش. بس بيحبوا بعض يعني، يمكن هم متقبلين الحياه كده. وانتوا عايزين جواز بارت تايم يعني؟ حد بيقلب ضده يعني، اللي هو كتر الحب وكتر ان احنا في وش بعض، اكيد وش هزهق. طب ازاي ممكن يا مريم نتجاوز الموضوع ده؟ يعني نعمل ايه؟ بص انا من يعني كانت نورا لسه بتقول مش شرط ناخد الاجازه الفظيعه اللي احنا نبعد فيها بالايام والشهور عن بعض، لا، لو كل واحد بقى ليه حياته الخاصه وكل واحد بقى ليه مساحته الخاصه، ده هيعمل حاله تجديد في علاقتنا سوا. يعني ان انا يبقى انا عندي شغلي، بروح اغيب 8 ساعات مثلا بره البيت، فانا عندي حياتي، بخرج مع اصحابي، كل فتره اسافر، هو نفس الحكايه كمان. فكره ان انت يكون عندك وقت بتاعك انت، دي بتخلي مش لازم كل حاجه نعملها سوا يعني. في حاجات بنعملها سوا، بس مش لازم كل حياتنا تبقى في دايره ان احنا الاثنين سوا. ده فعلا بيعمل ملل فظيع. هاي جدا. ماشي يا مريم، طب يا استنى بس، عايزه اكمل. انا عايزه اسال سؤال لمريم زي ما كان عمر ابو جمل قاعد بيسال. يا مريم، مريم قولي لي، قولي لي سامعاكي. قولي لي يا مريم، شايفه مين اكتر بعد الجواز بيميل للملل، الرجاله ولا الستات؟ ده احنا نموت في الفرفشه. بصي، الستات بيبقى عندها طول الوقت طاقه ان هي عايزه تجدد بالظبط يعني كده. شكرا. ايوه، عايزين يعملوا حاجه جديده، علشان هم بيبقوا مش حابين الملل، مش حابين. خلينا نرجع نقول برضو ان هي طبيعه اشخاص يعني، ممكن تلاقي ست تعبانه بقى في شغل البيت ومش قادره تتحرك ومش قادره تعمل حاجه، والراجل عنده طاقه ان هو عايز يخرج وعايز يسافر، يعني هي بترجع لطبيعه اشخاص. بس انا يعني انا كسبت، هقول لا، ان الرجاله هم اكتر ناس مملين. طب انتوا بتنكدوا علينا. طيب شكرا يا مريم، ده رايك يا مريم. محترم طبعا. طبعا يعني انا مقدره بما انك لسه يعني ما خدتيش خبره من المشاهدين، فيحترم رايك يا مريم. على فكره الكلمات اللي جت لحد دلوقتي بتقول نفس الفكره. الخبره يا دي لسه ما اتجوزتش، دي صغيره. كان معانا برضو واحده متجوزه بقى لها 15 سنه وقالت نفس الكلام. طيب بص، دايما بيحصل مشاكل اكتر يا عمرو، بيحصل مشاكل اكتر دايما لما يكون الراجل مع اصحابه الحياه فيها فرفشه والحياه جميله ودمها خفيف، عشان بتدخلوا تكشروا. لا، علشان هو بيروح البيت يلاقي النقيض بتاعه. والله بنروح ورده فل شمعه منوره. لكن لو بيروح البيت يلاقي الدنيا جميله والحياه حلوه ومفيش في احمد كده كده كده. لا، الراجل بره هق ومق ويدخل البيت. ما احنا داخلين، ما في البيت احنا داخلين بالهق والمق حضرتك. هو الموضوع لو في هنا مشاركه في الفرفشه يا فاروق، احنا بنبقى راجعين بالهق والمق فعليا، راجعين البيت اسكت إيه؟ محبط. لا، عشان انتوا داخلين البيت باعتبار ان هو لوكاندا، فداخل تشوف انت بقى تدخل إيه؟ مبسوط مش عاجب، هتلبس ايه؟ اللبس ده مش مكوي ليه؟ الارض مش متنظفه ليه؟ لا اقول لك على حاجه، عارف لو الراجل راجع مبسوط من بره البيت وهي شايفه الفرحه في عينيه ومبسوط ومبتهج، تقول لك بس في حد في حياته. ما تعرفش ان هو اصحابه في حياته ممكن مدلعينه، او الحياه ما بينهم فرفشه. صحابه مدلعينه ازاي مثلا يعني؟ عارف مش دايما بيقول لك، او يا نوره مثلا في حد يقول لك ايه، ان راجل بيتوتي
هي قدرت ان هي تنجح ان هو تخليه يحب البيت ويقعد في البيت. لا هي دي طبيعه شخصيه. مش طبيعه شخصيه. انا معذوره في دي. لا بيتوت. لا ممكن الواحد برضو خلي بالك هو يعني ممكن يطفش. هو ممكن يبقى بيتوت وبعد الجواز يطفش ويبقى بتاع قهاوي وانتوا السبب. مش قوي. طيب بص يعني احنا بنتكلم ايه طيب؟ نتجاوز القصه دي. يعني انت يا نوره قلتي مثلا ان انت مش مع الاجازه اللي هي الطويله. لا. شويه هنا بتبقى برضه فيها بس مشكله. بس كل حد يبقى عنده مساحته، عنده هواياته، عنده الحاجات اللي هو بيحب يعملها لوحده. انا معاكي في ده جدا. كل واحد يبقى عنده حياته. وده الطبيعي على فكره. في حاجه احنا بنتقابل فيها احنا الاثنين. تمام. ده رايي. الا الحياه والسفر والكلام ده كله طبيعي جدا الاثنين مشاركه مع بعض. بالزبط. انا شايف ده، انا معاكي في ده مليون في الميه. انت عمرك مع القصه دي ولا ضدها؟ بص انا شايف العلاج من علاجات الملل يا اما المشاكل هي اللي بتخليهم هما الاثنين يغيروا ويجددوا، يا اما هما الاثنين. بص احنا بنلعب هنا في حته في العقل اللاواعي تتعلق بالبرمجه اللغويه العصبيه. يعني انا بغير التفاصيل اللي انا عايشها عشان اكسر الملل، لازم اغير الروتين. وفي ناس بتتروتن او بيبقى عندها الروتين ده يتكون بعد 6 شهور، في ناس بعد سنه، في ناس بعد 3 سنين. ايا كان مرحله الروتين اللي انت بتوصل ليها دي امتى، ممكن تغير مكان عفش البيت مثلا. المهم الحاجه اللي انت بتعملها مش تغير. الست ولا الراجل؟ احنا اللي بنشيله، انتوا بتشيلوا حاجه دولاب قد كده 40 ضلفه، احنا اللي بنشيله يعني 40 ضلفه. ده فين الدولاب ده؟ ما هو دي طلباتكم قبل الجواز. فهي القصه ان انت بتلعب مع العقل اللاواعي، بتغير له في الاساسيات والثوابت اللي في البيت. انا مش هغير بره لان اوريدي بره فاكك. انا بغير في الحاجات المتسيستمه حواليا البيت، طريقه قعدتي، طريقه اكلي. لو انا مثلا متعود اكل في الناحيه دي على السفره، اغير اكل. يعني هي دي التغييرات كده. هتبقى فرفوش يعني بتقعد على الترابيزه دي تبقى مش نكد، تروح فرفوش. انا بقول لك بلعب في البرمجه اللغويه العصبيه ان العقل ما يتروتش. كل شويه اغير، كل شويه اغير. التغيير ده بيحسس العقل ان هو داخل على حاجه جديده. طب ما تغير انت في نفسك. مش لا انا عاجبني. طيب يعني احنا بنتكلم كده بينا وبعض ان كلنا لازم نغير من نفسنا شويه. لو احنا ثابتين على حاجه بقى لنا فتره كبيره نحاول نغيرها ونتكلم مع بعض. اهم حاجه المشاركه والكلام، لان اغلبيتنا بيحصل اللي هو الصمت والخرس الزوجي. والخرس الزوجي ده اكبر المشاكل اللي ممكن بتؤدي للطلاق برضو، خلي بالكم. لان كل واحد مش فاهم التاني. انا شايفه برضو انه الملل ممكن يوصل للطلاق. فكره ان احنا الاثنين بقينا عايشين في بيت واحد، ولا انا حاسه حاجه ولا انت حاسس حاجه، وفي حاجه احنا الاثنين بنعملها هي كل يوم، ما بقيناش مستمتعين بيها. فخلاص احنا عايشين مع بعض ليه؟ هو مش بانسيون يعني، مش داخلين نقعد مع بعض شويه ما بيكونش في حاجه باقيه في الموضوع حتى لو في حب. لا، لو في محاولات حصلت قبل كده والمحاولات دي ما وصلناش بيها النتيجه، او طرف واحد هو اللي بيحاول والتاني مستسلم، او واحد عايز يجدد والتاني لا، خلاص يعني. طب ممكن يا نوره نستعين باحد القامات الرجالية في برنامجنا ربما يناصرنا بعض الشيء؟ أحمد مساء الخير. مساء النور. عامل إيه؟ أبو حميد قول لنا يا أحمد، قول لنا الملل ده يا أحمد بسبب الرجالة ولا بسبب الستات؟ على فكرة ده مش موضوع حلقتنا. بسبب مين؟ مش مهم والله، هو ممكن يكون مش سبب حد فيهم يعني، بسبب طرف ثالث. إيه الموضوع طيب يا أحمد؟ صح، طرف ثالث. جديدة دي. الملل العاطفي يا أحمد. جديدة. هي مراتك جنبك يا أحمد؟ لا 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 ما تقلقش، مش معايا. لا طب احنا متجوز بقالك كام سنه؟ انا عندي 35. لا متجوز بقالك كام سنه؟ متجوز بقالي كام سنه؟ حوالي 3 سنين تقريبا. حلوين. حسيتوا بملل ولا لسه؟ ده من بعد اول شهر والله. ايه ده بجد والله؟ ليه يا احمد؟ بص هو الفكره كلها ان بعد الجواز الدنيا بتتغير. يعني ازاي؟ هو مش بتتغير يعني، حتى مش باراده الشخصين المتجوزين، بس هو ساعات بيبقى بسبب الظروف بقى والدنيا، وان انت بقى خلاص بقى في حياه ثانيه وفي مسؤوليات، وفاهمني؟ تمام. فممكن بتبقى هي دي المشكله. طبعا بتحاول مهما تحاول ان انت بقى تجدد شويه، ان انت تغير، بس احيانا بتبقى المسؤوليات دي اقوى منك. ما هو على الاثنين برضه، المسؤوليه على الاثنين. اكيد اكيد، ما هو بتكلم في كده. وبعدين احيانا بيبقى التغيير برضه نفسه مش في وقته. يعني مثلا انا ساعات اروح البيت اللي هو انا مش قادر اتكلم مع حد، انا خلصان الكلام ده كله، فتلاقيها هي عايزه تتكلم وتحكي وتعمل، فتبقى انت بتسمع بس، فاهم؟ مش قادر بقى تشارك، مش قادر تعمل. نتكلم معاكوا امتى يا احمد؟ ايه؟ نتكلم معاكوا امتى؟ قول لي بس. يوم الاجازه. يوم الاجازه؟ على اساس ان انت يوم الاجازه بتبقى قاعد متفرغ لي. يعني ما هحاول، انا لو مظبطين هتفرغ، ايه المشكله؟ لا ده ما بيحصلش، انتوا بتيجوا كل يوم من الشغل. لا بيحصل اكيد. انا طبعا مش قادر ان انا اتكلم، او انا مضغوط في الشغل، نيجي يوم الاجازه اصل انا عندي مشاوير اعملها، اصل انا رايح اشوف واحد صاحبي مامته تعبت فجاه، والله ما بقاش حاجه في العربيه. والله راجل صاحبي يبقى بره.
ما ده برضه جزء من الملل والله، ان الواحد ما بقاش بيشوف حد وما بقاش بيخرج وما بقاش بيروح. طب سريعا كده يا احمد، مين هو الطرف الثالث بس اللي انت كلمتنا عليه في الاول؟ الظروف. ظروف. شكرا يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا. شمعت الظروف حلوه برضه والله، ما بتعملش عليك مشاكل وتقول اللي انت عايزه ومراتك تقول لك انت زي الفل وكويس، معليش انا مشكله. لا بس انا معلش انا عايز اعلق سريعا على النقطه اللي قالها احمد. ما بكلمكش انت بتاعت بتحبني احمد، بتحبني بتعزني. في حاجات الواحد بتزيد عليه بعد الجواز، او انه في حاجات الحياه بتختلف. انا وجهه نظري هي الحياه مش بتختلف لو الشخصين عارفين بعض بشكل كويس جدا. يعني في ناس هم كده كده بيبقوا فتره الخطوبه او فتره التعارف بتاعتهم مش بيفيكوا حاجه مش فيهم، او مش بيظهروا بشخصيه مش بتاعتهم. فطبيعي لما بيحصل الجواز انا ما بتفاجئش بالشخص اللي قدامي ولا هو بيتفاجئ بيا، احنا الاثنين زي ما احنا. اللي بيزيد قصه المسؤوليه، في حد بقى بيصرف على البيت، في واحده بقت مسؤوله عن احتياجات البيت او ان هي تعمل حاجات في البيت، دي الزياده. ولكن لو الشخصين هم بنفس الاشخاص، ما اتغيرش فيهم حاجه او ما ظهرش حاجه جديده، لا فاعتقد انه ما بيبقاش الجواز هو السبب. هيوفقوا الظروف معاهم او المسؤوليه على حياتهم وحبهم لبعض. عقلي 40 45، الله اكبر، العقلي الخبره والفكر. اعتبر ده مدح؟ لا 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 مش مدح، ايه ده حقك بصراحه. انا ما بمدحش حد، ما بمدحش ستات تحديدا. بص يا جماعه يا ابني عدي اليوم على خير، مش يا ابني قادر، مش قادر، مش قادر، بيروح معايا. بص يا جماعه، بص الموضوع باختصار، يعني اهم حاجه نفوت لبعض، واهم حاجه ما يحصلش الخرس الزوجي، برده مهم جدا احنا نتكلم مع بعض. زائد كمان ان احنا نحاول برضو يوم في الاسبوع ان انت تكون عند اهلك وهي كمان بعيدة عند اهلها، ده بيحصل برضو، يعني نوع من انواع الرومانسية لحد ما بنجددها مرة اخرى، فده مش عيب. لكن نحاول يبقى في مشاركة في معظم الحاجات، انت ليك حياتك وكل حاجة بينه ببعض، لكن برضو ليك جيمك، ليك رياضتك، ليك الحاجة اللي انت بتحبها، وهي نفس الشيء برضو بتحب تعمل الحاجة اللي هي عايزاها، بلاش مفيش ومش عارف ايه والبيت هو، لا كل واحد يعمل الحاجة اللي بيحبها، بس كل حاجة بالعقل وكل حاجه ايه الوسطيه حلوه زي ما احنا بنتكلم كده. طيب احنا اتكلمنا بينا وبين بعض كده وكمان اخذنا ارائكم، لكن هنتكلم بقى بشكل علمي اكتر مع دكتور مصطفى النحاس عن ليه بيحصل مشاكل في الجواز، وخصوصا كمان في السنه السابعه، ليه بيحصل صمت وبيحصل كمان لا قدر الله طلاق بالاخص في السنه السابعه في الجواز، بعد الفاصل. خليكم معانا. من جديد ولسه مكملين معاكم بقيه فقرات إن بوكس. زي ما كنا بنتكلم الفقره اللي فاتت عن الملل الزوجي، ليه بيحصل ملل زوجي وليه ممكن ياثر ويوصل لمرحله الطلاق. طبعا في مقوله كده بتقول انه السنه السابعه في الجواز، ودي مقوله انا اول مره اعرفها، بتقول ان هي اصعب سنه وبيحصل فيها ملل زوجي بشكل كبير جدا. عشان كده منورنا النهارده في الاستوديو دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي، يكلمنا اكتر عن موضوع الملل الزوجي السنه السابعه بالتحديد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ليك وحشه. ربنا يخليك يا اخبارك. يعني بيقولوا السنه الاولى، ايه السنه السابعه دي؟ ما الاولى والرابعه والسابعه. لا والله؟ لا ده انت فاجئتنا. لا مش فرديه بس يعني. لا لا مش فرديه. الاثنين مع بعض. ربنا كريم ان شاء الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. وحشنا والله. كمان والله. يعني كل اسبوع ما شاء الله بحاجه كبيره. احداث ضخمه. الاسبوع اللي قبل اللي فات كنا بنتكلم معاك عن المشاكل اللي ممكن بتحصل في الحياه يعني، والطلاق اللي بيحصل طبعا في الارقام الفرديه. صحيح. واول سنه كمان جواز. ده حقيقي. اشمعنى السنه السابعه بالاخص؟ والله السنه السابعه ده من فيلم كده كان في الخمسينات اسمه 7 Year Itch بتاع مريم مروكه، فيلم مشهور قوي. تمام. كان بيناقش القصه دي، بيناقش فكره ان السنه السابعه بيحصل فيها ملل وهي من معدلات الطلاق فيها عاليه، فبداوا يعملوا دراسات لده، لقوا فعلا ان السنه السابعه هي الاصعب. هي طبعا كل فتره كده بيعدي صعوبات في حاجه معينه. يعني في العلاقه الخاصه بيعدي بعد فتره معينه، في علاقه التواصل ما بيننا بعد فتره ما يكون في صعوبات. فالسنه السابعه غالبا فيها صعوبات في التواصل نتيجه الملل. نتيجه التكرار والرتابه، ان لقوا ان في السنه السابعه بيحصل خيانه اكتر شويه، ونسب الطلاق بتعلى اكتر شويه. عشان كل طرف بيعتقد. مين بقى اللي بيخون يا دكتور؟ مش مهم. هم بقى بيدوروا. مش مهم. على حسب البرمجه اللغويه العصبيه. اتفضل يا اخويا خليني اتفضل. طيب امتى احنا امتى بنقول على سنه انها اصعب سنه؟ بنقول على سنه اصعب سنه لو فيها مشاكل كتير. يعني الطبيعي ان احنا يكون عندنا خلافات، وده امر طبيعي وما فيهوش مشكله خالص، يعني مش عيب ان احنا يكون عندنا خلاف، بس المشكله ان الخلاف ده يوصلنا لتشويه علاقتنا ببعض. يعني علاقه تكون مش مستقره خالص ومش قادرين نكمل. ساعتها دي سنه صعبه.
فالصعوبه بتيجي من عدم حل المشاكل ومن تراكمها علينا. طب ايه الفرق بينها بين اول سنه وسبع سنه؟ امشي يعني. طيب روح. لا يعني برضه تمام عشان انت بس الارقام يعني الارقام الموضوع كبير. يعني ايه المشاكل اللي بتفرق هنا عن اول سنه ولسه بنتعرف على بعض والحياه ما بيننا عن سبع سنه؟ طبعا هو في الاول خالص بيكون في شويه صدمات وشويه الصدام ده بيخلينا نتخض من شويه حاجات في اول سنه. ولكن في السنه السبعه بيكون المحرك الاساسي هو الملل، هو التكرار، هو احساس ان انا حياتي بتنتهي في الحته دي. زي بالظبط ازمه منتصف العمر، فهما اتنين مرتبطين قوي ببعض. ان في السنه السبعه بحس ان انا بعمل حاجه بقالي سنين مع شخص واحد فبدات ازهق منها، حاسس ان انا مش عايز اكرر ده، فمش عايز افضل في نفس الحياه فعايز اكسر الروتين بتاعي. طب دكتور هل الجواز هو اللي ممل؟ يعني عمليه الجواز نفسها ده الراجل ولا بالظبط ولا الراجل هو اللي ممل ولا الشخص هو اللي ممل؟ يعني الملل منبعه ايه في الموضوع؟ عظيم. الملل منبعه ان احنا اي حاجه بنكررها هي الفطره بتاعتنا، اي حاجه بنكررها كتير بنزهق منها. واحنا بطبيعتنا بنميل لان احنا ندور دايما على النواقص. يعني احنا اللي بيحركنا في الحياه الاحتياجات. فلو حاجه ناقصانا بندور عليها، الشغف، والشغف ده بيتكون من احتياجك. يعني انت محتاج لحاجه فبتدور عليها فبتبقى شغوف انك تدور عليها، فبالتالي لما بكرر حاجه كتير بوصل لمرحله الملل، بحس ان انا مش عايز اعمل ده، انا زهقت من ده عايز اعمل حاجه تانية. فالملل ده جزء من فطرتنا، بس اللي محتاجين نحطه كده بين قوسين وننور عليه نور كبير ان الملل مش محرك ولا مبرر لا للخيانه ولا للطلاق. مظبوط. المبرر موجود عشان ينور عينينا ان في مشكله نشتغل عليها. يعني المبرر ده موجود محفز لينا للاصلاح، مش ان احنا ننهي العلاقه. مش معنى اني وصلت الملل يبقى انا هنهي شغلي مثلا، او انا وصلت الملل فهنهي علاقتي، او اروح اعرف واحده تانية واقول اصل زهقت من مراتي وكل يوم بقى لي مش عارفه كام سنه بشوفها بنفس الشكل. لا ما ده عشان يعرف قيمه مراته. ضد انواع الخيانات طبعا كلها. انا محتاج اراجع الفقره اللي فاتت. واضح ان حاجه حصلت. فاتت كتير. انا فاتت كتير يا دكتوره. مشحونه جدا جدا. فهو طبعا مش محرك ومش مبرر خالص. يعني ما ينفعش ان انا عشان ملان فهنهي العلاقه، ده مش مبرر مقبول ابدا. طب يا دكتور كنت بقول، كنا بنقول الفقرة اللي فاتت، بانك بقى عايز تعرف ايه اللي حصل الفقرة اللي فاتت، كنت بقول انه البريك لما مثلا بنسافر او كل واحد يفصل ويرجع تاني بنرجع لنفس المكان، فالرابط الذهني بيرجع لي لنفس الاحاسيس بنفس الطريقه. ده صح ولا غلط؟ هو المشكله ان احنا بنسافر بالشيله بتاعت مشاكلنا. يعني بتلاقي الخروجه بتاعت يوم الجمعه الزوج والزوجه والاولاد خارجين مع بعض، كل واحد باص في حته، وهم مكشرين ومتخانقين نفس الخناقه اللي في البيت خرجوا بيها وروحوا بيها. فاحنا ما فصلناش. هو الخروج مش بس هو الموضوع، طبعا انا محتاج تجديد وده مهم. بس محتاج قبل التجديد يكون في تواصل بشكل متوازن يخليني لما انزل ما اخرجش بمشكلتي، يخليني اتعامل مع المشكله بتاعتي. يعني ما اروحش وارجع بنفس المشاعر اللي عندي، اخرج افصل وارجع انكد اكمل بقى الخناقه. كلمه الحق طلعت والله يا دكتور. لا دكتور بجد، هنا ازاي نتصرف؟ يعني لو انا وصل لمرحله الملل خلاص ما بيني وبين مراتي، ازاي هنا اعرف اسيب الشنطه الكبيره دي في البيت ونتخلص منها ونخرج ونتبسط ونرجع تاني بقى نكمل الموضوع بقى من غير خناق او من غير ملل؟ حلو جدا. لا في حاجتين طبعا. اول حاجه في القصه اداره الخلاف. تمام. احنا عندنا مشكله ان احنا مش بنفرق في علاقاتنا الرصيد بتاع اللي قدامي ورصيدي الشخصي. يعني محتاج وانا داخل علاقه ابقى فاهم ان انا ليا حاجات تخصني وفي حاجات تخص اللي قدامي. تمام. وهو عليه مسؤوليات ناحيتي وانا كمان عليه مسؤوليات، فانا محتاج وانا بقى عندي اي خلاف مع اللي قدامي ابقى فاهم ان في خلافات بتقربنا من بعض وفي خلافات بتهد العلاقه. يعني لما اختلف مع اللي قدامي فاهينه بكلمه او اجرح كرامته او اقول له اصل انت شخص سيء او انت فيك او فيك، فانا كده باذيه فالعلاقه بتتاثر. بس لما بنختلف فبقول له انا عندي المشكله الفلانيه فبساعد على الحل. يعني ما ادخلش المشكله عشان اعلم اللي قدامي حاجه او اقول له ده الصح وده الغلط. انا بدخل المشكله دي عشان ندور على حل سوا. يعني احنا الاثنين بنتناقش او بنتجادل او حتى بنختلف عشان نوصل لحلول، مش عشان نربي بعض. مش هدفنا ان واحد فينا يربي التاني او يفرض رايه على التاني. فاداره الخلاف هي رقم واحد في ان احنا علاقتنا تبقى احسن. واداره الملل محتاجه مننا ذكاء في التعامل، محتاجه مسؤوليه من الطرفين. طيب دكتور يمكن برضو الفقرة اللي فاتت كنا بنتكلم على موضوع مهمة جدا. من أول الحلقة كنا بنتكلم على الأجازة الزوجية. في ناس بتشوف إنها ما إن أنا كل فترة كل واحد يسافر بقى لوحده ويعمل حاجة بعيدة عن الطرف الثاني. بالظبط. وأنا من وجهة نظري يعني شايفة لا، إنه البعد بيعلم الجفا، أو إنه ممكن مع حالة أو تكرار حالة إن إحنا بعيد عن بعض إحنا الاثنين تعجبنا الحياة دي أكتر فما بقاش عايزه تاني المسؤوليه او عايزه الموضوع ده. فهل في حاجه صح منهم؟ او مثلا لو في اجازه زوجيه هل بتحصل مثلا مش شرط اجازه اجازه، ممكن تحصل ساعه ساعتين في اليوم ان كل واحد يبقى عنده مساحته الخاصه ولا لا؟ حلو جدا. هو الفكره كلها ان انا محتاج استوعب فكره ان الجواز ده مش بيعزلني عن الحياه. يعني الجواز مش بيقطعني عن صحابي، عن اهلي، عن معارفي، عن اكتيفيتيز اللي بعملها في الحياه. فالجواز ده موجود علشان يزود انبساطنا، علشان نبقى شركاء مع حد. تمام. بهدف الاشتراك في حياه شخص تاني.
فده معناه ان احنا محتاجين حياة اجتماعية بره اطار الزوجية. يعني عندنا ناس كابلز بنخرج معاهم، صحابنا مشتركين بنخرج معاهم، وعندنا اصحابنا اللي بنخرج معاهم لوحدنا. اوكي، يعني يكون عندي اجازه زوجيه ده امر صحي جدا وبيشحن الطاقه ما بيننا وبيخلي الدنيا احسن. طب اجازه يعني اللي هو زي ما حضرتك قلت كده، ولا ممكن عادي ان كل مثلا شهر كل واحد يسافر يعني يبقى مع نفسه كام يوم؟ ما هي بقى الفكره كلها ان كام يوم دي محتاجه تقنين، يعني ده مش هيكون شكل دوري كل شهر مثلا او كل اسبوعين، احنا بنعمل ده بشكل احنا الاثنين متفقين عليه. بس لو حصل فهو مفيد للطرفين، لانه بيجدد الاشتياق، بيجدد نظرتنا لبعض، بيخلينا نستكشف بعض من اول وجديد. لان انا لما بروح وبرجع برجع بخبره جديده، فعايز احكي حاجه مختلفه، واللي قدامي متشوق انه يسمع حاجه جديده. علشان من اهم واكتر العيوب اللي بتقابلنا في الرتابه يعني ان احنا بيكون عندنا عدم استكشاف بعد شويه. بنسمع نفس الحكايات هي كل يوم. انا بسمع نفس القصه طول الوقت، فخلاص ما عنديش حاجه جديده. وكل طرف الشغف بتاعه بيقل انه يستكشف التاني. فاول الجواز بيبقى عنده استعداد يستكشف كل حاجه، يستكشف حتى فيزيكالي، حتى بالتلامس. بعد شويه خلاص بيفقد المتعه في ده. فمحتاجين نجدد ده دايما عشان علاقتنا تبقى احسن. طب احيانا في الطب بيقولوا الوقايه خير من العلاج، هو احنا ينفع ما نوصلش لمرحله الملل دي ولا لازم نوصل لها؟ طبعا ينفع ما نوصلش، وده يبقى احسن بكتير. يعني حقيقه افضل بكتير ان انا يكون عندي شكل من الوقايه يحميني من الملل ده. ايه بقى اساسه على الاطلاق؟ التواصل. بقدر ما هنتكلم مع بعض باللي جوانا، بالحقيقي اللي جوانا، بقدر ما الدنيا هتبقى احسن. يعني عايزين نبقى على ثقه ويقين ان كل حاجه بنخبيها جوانا وبتوجعنا بتطلع بعد شويه في اعراض غير صحيه. بمعنى ان لو متضايق مثلا منك وشلت ده، لما هنتقابل المره الجايه علاقتي بيك هتبقى متاثره. مظبوط. لما يحصل بينا خلاف مره تانية مش هعرف اسامحك بسهوله. فالمشكله بدات منين؟ ان انا خزنت حاجه جوايا تراكمي. طبعا تراكمي، والتراكمي في العلاقات المستمره هو اصعب حاجه واكتر حاجه بتبني حواجز ما بيننا. والتوقعات من كل واحد، انا ببقى متخيل ان قدامي شايفني وفاهم انا قصد ايه وفاهم انا عايز اقول ايه. ففكره التواصل والكوميونيكيشن بين الاثنين محتاجين يتعلموه. ده هيعمل يعني يفرق كتير جدا. ان احنا ما يكونش احداثنا زي ما كنا لسه بنحكي احاديث ممله، احاديث مكرره. محتاجين نغير. يعني نعمل ايه؟ نتكلم في تفاصيل اكتر، نتكلم في اللي احنا حاسينه، نتكلم عن تجارب غيرنا فنتعلم منها حاجه، يكون عندنا اكتيفيتيز مشتركه قوي. غير مش ده قصدي بالظبط. مش عارف ليه شفتها ان احنا محتاجين نذاكر قبل ما نتجوز. ده حقيقي فعلا، احنا محتاجين نستعد. يعني الجواز مشروع، وعشان تنجح اي مشروع محتاج عندك بلان، خطه، واي خطه محتاجه اعداد. يعني زي احنا الاعداد بتاعنا الكوافير واللبس والمش عارف ايه والهدوم والعفش والحاجات دي، هو ده اللي احنا نعرفه في الاستعداد بصراحه. دكتور هنا يعني يمكن زي ما حضرتك قلت كده ان الانسان بطبعه ملول. صحيح. ان بيبقى عايز دايما شغوف ان هو يجيب عربيه احسن حاجه، لما يجيبها يقعد بيها شويه يمل منها. صح جدا. يجيب مش عارف بيت عامل ازاي بالمواصفات اللي هي مش عارف الجامده جدا، لما يقعد فيه شويه يمل منها. هل ده برضو بينطبق على الحياه الزوجيه؟ هي برضو نفس الحاجه دي تنطبق برضو على الحياه البشريه ما بيننا؟ وهل هنا برضو المسؤوليه ممكن تعمل ملل، ولا المسؤوليه ملهاش علاقه بريئه منه؟ محترم جدا، كلام حلو جدا. اولا احنا زي ما انت قلت بالظبط، بيكون عندنا شغف بالحاجه اللي بتلمع جدا وهي بعيد. بس لما بنمتلكها اللمعه دي بتقل. لان احنا لما بنعتاد النعم بننساها. لما بنعتاد الحاجات اللي معانا الحلوه واللي احنا كانت غاليه جدا علينا بننسى قيمتها. بالظبط. فمحتاج اجدد نظرتي ليها من وقت للتاني. ازاي؟ يعني محتاج افتكر انا ليه بدات اصلا. انا ليه اهتميت ان انا ابقى مع الشريك ده؟ انا ليه كملت معاه السنوات دي؟ انا اخترته علشان كان في واحد اتنين تلاتة. وابقى فاهم ومدرك ان احنا كل يوم بنتغير، فممكن يبقى عنده حاجات جديده كويسه انا مش شايفها. صح. يعني يكون تطور في حته حلوه او صح. اشتغل على نفسه في حاجه وانا ما خدتش بالي منها. فمحتاج ان انا ابقى واعي بده، فده اللي يخليني اعرف اقدر الحاجه. ويعني مفتاح سحري لتأثير النعم دايما ان انا افكر نفسي بالامور الصغيره والايجابيه. التفاصيل الصغيره البسيطه جدا، يعني النهارده قال لي كلمه كويسه، او النهارده اكلنا اكله حلوه، اتفرجنا على فيلم ظريف، ضحكنا على نكته حلوه. ده لوحده تفصيله صغيره تحسسني بقيمه الموجود. مش كل الناس عندها المشاركه بالشكل ده، فالتواصل لما يكون ناجح احس بقيمه ده. فاقصد اقول الامور الصغيره دي بتفكرني بالنعمه. المسؤولية. نقطه المسؤوليه دي عظيمه جدا، ان احنا لما بيبقى علينا مسؤوليه غالبا بنمل فعلا. عشان احساس المسؤوليه احنا بطبيعتنا كبشر عموما بنحب ما يبقاش علينا حاجه، ما عايزين فاضيين، فنرمي المسؤوليات. تمام. واحيانا في شكل نشاتنا بيكون في مشكله شويه، ودي هتعجبك جدا. الرجاله طبعا عادي، السيد قاعد ما بيعملش اي حاجه، الست هي اللي تعمل. قلت برضه علشان اهدي عندك. اتفضل يا دكتور. انه احيانا كتير بيكون الراجل بيتربى او بينشا ان هو مش عايز يشيل مسؤوليه، وان اخته بتشيل مسؤوليته ومسؤوليتها. فده محتاج تدريب ومحتاج استعداد قبل الجواز. ان المسؤوليه مش حمل هيغرقك، بس حضرتك متعلم، محتاج تتعلم ازاي تشيلها. مشاركه بالظبط. ازاي نشيل المسؤوليه؟ ان هي مش الموضوع ابيض واسود، مش هشيل المسؤوليه فهبقى شخص كئيب. أيوة. ومتضايق من الحياه كلها. نخش في الموضوع على طول. ازاي؟
ان احنا نشيل نشيل المسؤوليه دي، نتحمل مسؤوليه بعض، ان حضرتك محتاج دايما تنفيس مستمر كبني ادم، انت مش اداه لتحقيق امنيات او تحقيق لست الطلبات، انت عايش في الاساس، يعني احنا مش عايشين عشان نشتغل، احنا بنشتغل عشان نعيش. فقيس على كده كل حاجه. انا مش هدفي اجيب العربيه الفلانيه علشان الناس كذا، عشان انا استمتع بده، فانا عايز دايما ارجع القصه ان انا بعمل المسؤوليات دي عشان اتبسط بيها في الاساس، مش عشان تبقى حمل عليا فقط. طيب دكتور، يعني دايما كده وبرضو او مش دايما، غالبا او معظم المتجوزين ما بيكونوش شبه بعض، يعني في ناس بتختار بعض على اساس ان هم شبه بعض او فيهم صفات من بعض او بينهم هوايات مشتركه، وفي ناس تانية لا، تفكير ده في حاجه وهي تفكيرها في حاجه تانية. في حاله الملل باجي انا مثلا اتكلم مع الشخص، او ان احنا محتاجين تجديد، او ان احنا محتاجين نكسر الروتين، ممكن اتكلم مره يقول لي اه صح معاكي حق ويبدأ يعمل حاجة وبعد كده خلاص، المرة التانية اه تمام وما يعملش، المرة التالتة هو ما بيسمعش ومش عايز يجدد. في حالة انه في طرف عايز يجدد والطرف التاني زي ما هو، نعمل ايه؟ حلو، احنا واحنا بنتعامل مع الطرف الاخر او بطلب طلب من اي حد، انا متوقع ان هو يرفض او ما يقدرش او يكون الموضوع صعب عليه او يكون التحقيق او رؤيته الامر مختلفة. فانا محتاج ادي شوية مرونة وانا بطلب طلبي، وانا بطلب طلبي ده محتاج اوضح له فايدتنا احنا، يعني ده هيفيدنا احنا الاثنين في ايه. يعني انا مثلا عندي مشكله في التواصل مع شريكي، فانا محتاج رقم واحد اكون مرن انا كمان في التواصل، ادي مساحه للاستماع، واعمل معاه عقد لده، احنا عايزين نجدد في كذا، فانا عليا كذا وانت عليك كذا، فاحنا الاثنين محتاجين نشتغل على ده. طب محتاجين نشتغل ليه؟ علشان انا بحبك ومهتم ان علاقتنا تبقى احسن. مش بعمل ده عشان انت لازم تمشي على صراط مستقيم، عشان علاقتنا ببعض تكون اقرب. فانا افكره بالمكسب اللي هو هيوصل له. يعني احنا مش بنتحرك غير لمكاسب او هروب من خسائر، فلو عايز احرك اللي قدامي افكره هيكسب ايه او ايه الخساره اللي هو واقع فيها. اوكي، طب امتى اقول ان انا وصلت لمرحله ان انا لا محتاج استشاري علاقات اسريه او دكتور نفسي يتعامل معايا في الملل اللي خلاص بقى موجود في العلاقه؟ لما اكون مش عارف اكسر الملل ده خالص، لما اكون باخد خطوات زي ما انت قلت من شويه كده، باخد خطوات لاجازه، باخد خطوات لفسحه او ومش عارف اخرج من المشاعر دي. لو واقف حاسس ان انا حياتي انتهت، انا التجربه بتاعتي دي موصلاني للياس والاحباط الشديد، حاسس ان انا مش عايز اكمل اكتر من كده، ساعتها انا محتاج لحد يساعدني. وبرضه محتاج افرق هو انا يائس وملان من العلاقه ولا دي مشاعر جوايا مش عارف اتعامل معاها. لان احنا كتير بنسقط على العلاقات مشاكلنا الشخصيه. بالظبط، انا اللي مع نفسي مش عارف اتبسط، فبالتالي اقول ان العلاقه هي السبب، هي اللي مخلياني حاسس بالملل ده. طب في بعض كده الحركات الماكره للتغلب على موضوع الملل ده، وغالبا بتحصل من الستات، ما تبصليش كده، اه بتحصل من الستات، ممكن يحطوا ايه شويه الغيره، يعني حضرتك فاهم بنحركوا شويه، اه هل ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه؟ قول لهم بقى يا دكتور. اشرح لي قصدك عشان ابقى معاك في الحركات يعني الماكره. اشرح لي نورا، انتوا اهل مكه، يعني ان احنا مثلا اجي مثلا اقول له ده زميلي في الشغل قال لي والله انت شكلك حلو قوي النهارده، فهو هيطلق. ليه ان شاء الله كده. عشان مفيش كلام، الموضوع منتهي يا دكتور. شفت بقى يا دكتور، الموضوع منتهي. شفت بقى يا دكتور، حركات الماكره، شفت حركات الماكره بتسبب ايه؟ حركات الماكره على شكل بتصير يعني برضو عند الراجل حته مش كويسه، خلي بالك استفزاز، بتستفزيه. ليه بقى قال لي شكلي حلو؟ ما قاليش حاجه وحشه يعني. بص بقى الاستفزاز ده شكلك حلو، ردنا يا دكتور، رد يا دكتور. انا بقول له كده علشان انا جوايا مسج عايز اوصلها له، ان انا محتاجاك تهتم بيه اكتر شويه. بالظبط، هل احنا بنفهم المسج دي عشان بيقولوها يعني ولا ما يقولوهاش؟ بالشكل ده هو مش شكل صحي. ايوه طبعا، يعني ده مش شكل. قول كمان يا دكتور. يعني ده بيخلي العلاقه بين فيها توتر اكتر. لان حوصل نفس الفكره دي، طب هو بيبص لك ليه؟ طب انت ازاي تسمحي لي اكلمك بالشكل ده؟ قصدك ان هو بيعكس، فبخش في حته ثانيه خالص غير عايز اوصلها له. ما انا هرجع بقى اقول له لا انا كنت بهزر معاك. فبدل ما العب كل هذا الجيم اسهل بكتير اقول له انا محتاجاك تهتم. او لو ما اهتمش هبتدي اتكلم معاه باشكال مختلفه. يعني مش كل الناس مثلا بيوصل لهم المعلومه بالكلام فقط. يا دكتور ما ده ملل اصلا، يعني انا هفضل اقول له مسج ما فهمهاش يا دكتور، ما استجبش، قمت عامله مسج ثانيه ما استجبش، ايه يعني؟ ليه انا عليا العيب ده كله؟ عشان انا عشان انا اللي محتاج اعيش بالشكل ده، عشان ده احتياج عندي بيحركني. ماشي، انا محتاج اتعب عليه. امشي انا ورا احتياجاتي احسن. طيب اسيبه واشوف حد ثاني. طب دكتور هنا لو احنا بنتكلم ان كل واحد مختلف عن الثاني خالص، هي ليها اهتماماتها ولا ليها اهتمامات تانية خالص. حلو. انا مثلا بحب الانتخه وقعده البيت، هي عكسي تماما. هنا ازاي ممكن
اتخلص واكسر الروتين الداخلي بتاعي ده واميل ليها او هي تميل ليا في الحاجه اللي انا بحبها. ما تسخرش من حاجتي بس ده مبدا. يعني محدش يسخر من اهتمامات حد. حقيقي جدا حقيقي جدا، حتى لو كانت الاهتمام بالنسبه للتاني تفاهه. وده وارد بس ده متطبق على كده يعني، خلاص كبر واتطبق على كده على الشخصيه دي. حلو قوي. احنا لما بنيجي نرتبط بنبقى فاهمين ان احنا هنسيب الجزيره اللي كنا عايشين فيها ونعيش في مركب مشتركه. تمام. مش كل واحد هيبقى عايش في جزيره مستقله لوحده. والمركب المشتركه دي قواعدها ان كل واحد هيبقى مرن مع التاني شويه. يعني هيبقى في مساحه مرونه في تقبل اخطاء غيري وتقبل الاختلافات اللي ما بيننا. احنا مش واحد، مش متربين في نفس المكان بنفس الطريقه، فالطبيعي ان اهتماماتنا تختلف عن بعض. وعشان نقدر نشتغل على ده محتاج ابقى انجيج، محتاج ابقى شويه مشترك في حاجات هو بيعملها. اشجعه على حاجه هو بيحبها، ابتدي اقرا في حاجه هو بيحبها، ابتدي اقرب منه. وده واجب على الطرفين مش على طرف واحد. يعني لما طرف بيبذل مجهود كبير انه يروح ناحيه الطرف الثاني لوحده العلاقه بتفشل، الدنيا ما بتمشيش. اللي بيدي من غير مقابل العلاقه بتنهار. وده امر مش صحيح. روشتة أخيرة قبل ما نختم، روشتة أخيرة كده يا دكتور. تمام جدا. بنقول للناس تعمل إيه عشان خاطر ما يحصلش ملل زوجي وما يحصلش لا قدر الله طلاق في سنة 7؟ ما يتجوزوش. نصيحة نور إن هما ما يتجوزوش. روشتة سريعة جدا عشان نقدر نقاوم الملل. رقم واحد، محتاجين نتواصل بشكل صحي دائم، محتاجين نأوبر، محتاجين نتكلم في اللي جوانا بشكل دائم، محتاجين يكون عندنا أكتيفيتيز مشتركة، محتاجين نحل مشاكلنا بشكل مختلف. عايزين لما نتكلم عن مشكلة ما بيننا نتكلم عن مشكلة هنا ودلوقتي. عايزين نتكلم عن سلوكياتنا ولا عن طباع الشخص اللي قدامنا. عايزين نتكلم عن مشكلتنا الحالية فقط، ننسى امبارح وننسى بكرة، نتكلم في هنا ودلوقتي. تمام. نورتنا يا دكتور. تشرفني بيك جدا يا دكتور والله. شكرا يا فاروق. حبيبي عمورة. شكرا. مشاهدينا يمكن حلقتنا النهارده في انبوكس خلصت. اهم حاجه انك تعامل نفسك ككائن منفصل، تحاول تفهمها تتعامل معاها، ومن خلال ده هتقدر تسيطر وتعرف تمنهج حياتك، تعرف تتعامل معاها بشكل علمي وعلى اصول. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم. يا سلام.